بدأت المرحلة الأولى. بس لا ما تخدش خلاص بقى، ما ينفع فيه. احنا شلنا الموضوع ده من الاستعداد، ولع خلاص يالا يا عم، ولع اصلا. هو انت مش هتلاحق عليه دلوقتي. بيعمل كده ليه؟ مش هشوف واحد هما بيصبعوا بعد كده بيحطوا على استنى هنجيب سيك عشان تحطه في ارباع عشان تستوي من جوه. عجل طيب الحق ايه؟ بالنسبة لك انتوا هنا، بالنسبة لي احنا اللي جنب الكالالمبور، بنقول حتة فيها خصوصية تعرف تولع، في جو بارد. لا هي بتقعد على الزرع، بيتنا بعد بيت تزرع وزرع وغرب زرع وسط زرع، يمكن زين ولا لا؟ اللي هو ايه؟ شوف شوية كده البحر موجود، وده العادي. خلي بالكوا في الفنجان ده شيك. ماشي. شغال له حاجة بدل ما يسرع عليه. اللحمة التتبيلة هواية كمان. حلوة. الله عليك يا شيف بسيوني. شيف براك. خلي بالكوا بقى من أكلها بالليل، الواحد بيخاف من أكلها في الصلاة. ليه؟ عايز تيجي عيشة عظمة وبتاع. أهلا بيك. مع بس من جميع الاتجاهات لو كده خليها في النص، نخليها في النص وخلي حتة حلوة كده ولا ايه؟ كويس. بص الحوار الدارك اصور الجحر ده ابو الجامع. هات معانا الواد دي. لا مالهاش حاجه، قوم بس كده، قوم بس نصور. هات شغلنا بقى كده 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 بنصور. يا جدعان احنا عاوزين نعمل رفض اللي يعمل السلطه في ثانيه. احنا عاوزين نعمل الاكل يا جدعان بقى. احنا بدنا نجيب